بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في قناتنا. إذن سنة ثالثة ابتدائي دفتر أنشطة اللغة العربية صفحة 16. إذن نواصلوا مع الأنشطة إن شاء الله. إذن لاحظوا هنا يا أتذكر وأجيب، استمتع، استمع إلى النص وأكمل الجمل الناقصة. إذن هنا يا النص المنطوق، نص المنطوق تاع كبش العيد. يلا إذا كنتم تتذكروا جيدا نبداو نعمرو النص تاعنا. سأل جمال البائع بكم تبيع لي هذا. إذن ماذا؟ هذا الخروف. جمال سيشتري الخروف. إذن هذا الخروف بكم ستبيع لي هذا الخروف أو هذا الكبش؟ رد البائع، هل حقا أعجبك هذا الخروف الصغير؟ لاحظتوا البائع قال لي جمال، هل أعجبك هذا الخروف الصغير؟ جمال كان سيشتري خروفا صغيرا لأنه لا يملك الكثير من المال. إذن هل أعجبك حقا هذا الخروف الصغير؟ خذ هذا، ماذا؟ خذ هذا الكبش الأقرن. خذ هذا الكبش الأقرن، كبش كبير أقرن له قرون كبيرة. خذ هذا الكبش الأقرن. أحسن، سيفرح به ماذا؟ أطفالك. أطفالك سيفرح به أطفالك. هذا ما قاله البائع لجمال. رد جمال، جمال لا يمكنني، فأنا لا ماذا؟ لا أملك، فأنا لا أملك إلا القليل من المال. جمال لا يملك المال الكثير، فأنا لا أملك إلا القليل من المال. البائع قال له، أنت محظوظ يا رجل، فلقد وعدت بأن أعطي هذا الكبش، يعني الكبش الأقرب، بأن أعطي هذا الكبش لأول زبون يقصد، زبون يقصدني، لأن الله تعالى، إذن ماذا؟ إن الله تعالى أنقذه، الله تعالى أنقذ البائع من حادث المرور، لأن الله تعالى أنقذني، أنقذني أو ما أو منعني من الحادث. إذن أنقذني من حادث مرور خطير أنا وماشيتي. شكر جمال من؟ شكر جمال من؟ شكر جمال البائع لأنه أعطاه الخروف الأقرن. شكر جمال البائع وانصرف فرحا مسرورا، وهكذا رزق الله العائلتين. جيد، الآن استعمل الصيغ. عبر عن الصور مستعملا بعدما، لما، وعن، عندما. إذن هنا ماذا نقول؟ الصورة الأولى هنا لاحظوا، هنا الطفل يشرب العصير. الطفل يشرب العصير. إذا نقول شرب أو يشرب، يشرب 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 الطفل العصير. متى يشرب الطفل العصير؟ عندما يشعر بالعطش، أو لما شعر الطفل بالعطش شرب العصير. ممكن أن نقول لما، أحسن، لما شعر الطفل بالعطش شرب العصير. شرب العصير، لما شعر الطفل بالعطش شرب العصير. جيد، هنا ماذا نقول؟ لاحظوا هنا يا الطفل يلعب بكرة القدم. لاحظوا هنا يراوغ أصدقائه، يلعب بالكرة ويراوغ أصدقائه. إذن ممكن بعد مراوغته لأصدقائه ممكن أنه سيسجل هدفا. إذن نقول بعدما، يلا بعدما، بعدما راوغ،
راوغ يراوغ راوغ بعدما راوغ الطفل دائما الطفل بعدما راوغ الطفل بعدما راوغ الطفل أصدقائه أو أصحابه بعدما راوغ الطفل أصدقائه نكتبها لكم هنا يا أنا ماش كاين بلاس إذن من الأفضل أن نكتبها لكم بهذه الطريقة إذن لاحظوا بعدما راوغ الطفل أصدقائه سجل هدفا سجل هدفا هذه بالنسبة للصورة الثانية الصورة هنا الأخيرة لاحظوا إذن هنا يا الولد هنا طفل سعيد فرحان مع الكبش هذا كبش هذا كبش العيد لنقول إنه كبش العيد وهذا الولد فرحان بهذا الكبش إذن نقول إذن درنا لما درنا بعدما بقينا عندما نقول عندما اشترى الأب كبش العيد فرح الولد عندما اشترى الأب كبش العيد فرح الولد إذن هذه هي أطفالي نتابعوا إن شاء الله في فيديو آخر صفحة 17 خليكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.